يلا تفضلوا. ميرا بلا شاكلة شي؟ لا أنا قصدي إنه هي رح تاكل بعدين، بس لا تجوع. يا ريت تاكل انت. شو قصدك ميرا؟ ما فهمت عليكي، مرت اخي بيلاشا رح تاكل ولا لا؟ لا هي ما قالت شي، انا اللي عم قول. انتو هلا بلشوا بالاكل يلا، وبس نقعد على الاكل رح ارجع ناديلا مره تانية. انا كتير حاكيتها لدرجه انها ما عادت بدها تسمع مني اي حكي تاني. عمي شو لازم نعمل؟ كتير حكيت معها وخففت عنا، بس هي ما رضيت تسمع مني. حتى اني ترجيتها وتوسلت لها مشان تاكل، بس هي ما رضيت تسمع مني. بتعرفها قديش عنيدة. عمي انت حكم ضميرك، اذا حدا عم بترجاك بس مشان تاكل كم لقمة من شانه، شو بصير يعني اذا اكلت لقمة واحدة بس؟ ما رضيت. ليش هيك سكتتوا؟ أنا رح روح خفف عنا، وأنتوا لو سمحتوا كملوا. أنا ماني جوعان. بس ما بصير نهين الأكل بهاي الطريقة كرمال شخص عنيد ما بده يسمع من حدا. بصير هيك باقي العيلة تبقى جوعانة بلا أكل كرمالها؟ بصير؟ غالية هذا الأكل مو لحتى بس نحشي بطننا فيه. إذا الواحد باله مو مرتاح شو الفايدة من الأكل؟ إذا نحنا معنا مرتاحين فالأكل ما رح يفيدنا بشي. أنا كمان بفكر مثلك، بس قديش لازم نحن نعطي أهمية لشي عرفانين نهايته؟ بالنسبة لحالتها ما صار شي خليها تحس بكل هالزعل.
هي معصبة ومزعوجة من عيلتها، بس ما رح يخف زعلها إذا أنتوا كمان أضربتوا عن الأكل. يلا ابدأ بالأكل. درويش، ميرا يا أمي، أنا ما بدي أخذ أي سلطة هون. أنا بحياتي ما كان بدي يكون إلي سلطة بهالبيت، ولا رح يكون إلي بالمستقبل. أنا ما بدي، لهيك برجعلك هالمفاتيح وبترجاكي خديهن، خليهن معك وخلصيني. أنا بدي أخلص بقى من كل هالقصة. أمي بدي تسامحيني على اللي عملته. أنا ما رح أقدر كون عند حسن ظنك، عن جد أنا ما رح أقدر. أمي إذا خلصتي بكي وحكي فيني أنا أحكي هلأ؟ أول شي مسحي دموعك واهدي شوي، مسحي عيونك، خلينا نحكي. وهلأ اسمعي شو بدي قلك. بدل ما أحكي لك قصص جديدة، خليني ذكرك بقصص قديمة. ميرا، أنت تعذبت كتير لحتى تجيبيني على هالبيت وتعمليني حماية وكون مثل توقعك، مو صحيح هالحكي؟ طيب مو المفروض أنه أنت كمان تكوني مثل ما أنا متوقعتك، ويكون هالشي متبادل بيناتنا؟ إيه أمي، بس ميلاشا هي الكنة الكبيرة بهالبيت وهي... دقيقة بس، أنا ما كان قصدي إنه نحدد مين رح يكون فوق ومين رح يكون تحت بهالبيت هاد. بعرف هالشي أمي وأنا معك فيه، بس شوفي سلفتي بلاشا وحالتها هلأ. هاي الحالة اللي عم تمر فيها سبب الوحيد هو أنا، وأنا مو قادرة أفكر شو الطريقة لأخلص من كل هالقصة. شو لازم نعمل أمي؟ بترجاكي عن جد ليلي. أنت كتير حساسة وبفهم الوجع يلي حاسة فيه، بس هيك مشاكل بتضل بتصير بالعيلة الكبيرة، ولازم نواجه هالمشاكل بشجاعة، واللي قد المسؤولية بيقدروا يطلعوا من هيك وضع. بس تذكري إنه هاد كله امتحان لإلك، وأنت كنت بيت لازم تنجحي فيه. مو قدراني أتحمل الجوع، شو بدي ساوي؟ أنا غلطت غلطة كبيرة وقت رفضت آكل الأكل اللي جابت لي يا ميرا. يا لطيف شو غلطت؟ مو معقول، إذا أنا ما أكلت شي من هلأ لعشر دقايق أكيد رح موت من جوع على الآخر، رح يزيد عدد ضحايا الجوع. ميرا، هاي ميرا، ميرا، شو عم يصير؟ ميرا بترجاكي تهدي، انت كتير عم تفكري، وانا بعرف منيح شو عم يدور بمخك هلا. هدي حالك. بس انا المسؤولة عن وضع بيلاشا، انا السبب ورا كل شي عم بيصير معها، وهي الفكرة ما عم تروح من بالي ابدا. رشيد، عم حاول بكل جهدي. أنا ما بدي هالسلطة ولا حتى بدي هالمرتبة، بس أمي عندها أسباب معينة لأعمل هيك، ومشان هيك أنا ما بقدر أرفض هاي السلطة. رشيد، أنا شو لازم أعمل هلأ؟ أنصحني. ميرا، ميرا اهدي وأنا رح أقلك شو حتعملي.
رح قلك كيف عم فكر. إنه هذا اللي عم يصير ببيتنا مو بالضرورة يكون شي خطير كتير، بس نحنا منكبرها كتير لتنقلب علينا ونوصل لهون. ما فهمت شو قصدك رشيد. رح قلك، انتي تعي معي بالأول. تعي معي، عدي هون. شو؟ ليكي، القصة بسيطة. كلنا حاولنا نروق بيلاشا بطريقتنا الخاصة، وكلنا عملنا كل جهدنا، بس استفدنا يا ترى؟ لا لا، لهيك عم قول خلينا نفكر بطريقة مختلفة. انت شو قصدك؟ اللي بالضبط؟ طيب رح قلك، بس بالأول فريدي وشك كرمالي ميرا، يعني فرجيني الضحكة الحلوة تبعك. شو هذا اللي عم تعمله رشيد؟ شو هالجنان هذا هلأ؟ ميرا، هذا اللي عم بحكي مانو جنان، هذا منتهى الذكاء على فكرة. ليك اسمعيني، انت بالأول غمضي عيونك وفكري بهدوء. أي أكلة من أكلاتك بتحبها بلاشا أكتر من أي شيء؟ بطاطا ولحمة. ممتاز ميرا. يا ربي أنا كتير جوعانة. سلفتي؟ سلفتي، عملت لك بطاطا ولحمة. اعملي انتو كلهم، انبسطوا، بس لا تخلوني اني شارككم فرحكم. فرحنا؟ مين اللي فرحان؟ انا بس عملت هاي الاكلة كرمالك انتي. ايه صح، انتي بتحبي هالاكلة من تحت ايدي وما فيكي تقاوميها. لا سلفتي ميرا، بهذا البيت شو اللي بحبه أنا وشو اللي بكرهه مو مهم أبداً لحدا، ولا حدا رح يسأل عني. هذا الأكل اللي جبتيه خديه لو سمحتي، ويا ريت تروحي فوراً. يلا روحي بقى. بس أنا ما جبت لك هالأكل إلك. على كل حال أنا حابة أحط الصينية هون وأنزل، عرفتي كيف؟ يعني معقول تتركي الصينية وتروحي؟ إيه، أنا حابة أشوف الأكل من هالزاوية، حاسة إنه إذا بحط الأكل هون وبروح رح أنقذ إنسان، وأنا حابة يكونوا أكلاتي الطيبين مثل التحفة اللي تنصنق، يعني كأني عم أستعرض الأكل قدام حدا كتير بيقدره. بالنهاية ما عم بجبرك تاكلي منه، مو هيك؟ ها؟ شو أعمل؟ أنا رح موت من الجوع وقدامي هي صينية الأكل. لا انتبهي بلاشا، ما بصير تلمسيه أبدا. أهلين. بابا؟ بابا؟ أخي اسمع، بابا مو بالبيت، طلع مشوار لبرا. طيب طيب. بدك جيب لك مي؟ عود بشرب لحالي. ماشي. قلي كيف كانت الرحلة؟ كانت ممتازة. ما قلت لي خلصت كل أمور المزرعة أخي؟ معقول يعني إجي قبل ما خلصها؟ هي منيح، كل الأمور هنيك زبطت، بس تروحوا رح تخربطوا من كتر ما تغيرت. هي ممتاز. وخليني أقلك إني كنت لحالي كمان. بس كنت كل الوقت عم بتذكر هدوك اليومين، حجر الطاحون من جهة، والحديقة والموقع، كل شي عملناه هنيك، وسطول، كل شي. وكمان هنيك في عامل بيفهم بعلم الأبراج، فكتير حكينا، كنا نفتح مواضيع ونحكي لوقت طويل كتير، كان يترك شغله ويجي يقعد قبالي ونشوف نجوم بالسما. كنا نقرب التنجيم ونشوف حركة الكواكب، وكنا نحكي عن المستقبل وعن إشارات الشمس،
درويش؟ اه شبك اللي وين شردت؟ لا ما يعني انت صار لك غايب عن البيت يومين ثلاثة ما؟ ايه بهذا الوقت اللي غبت فيه شو صار؟ اخي اسمعني، نحن بعد ما رجعنا من هنيك هاي ميرا ليش تجيب الصحن لهون وتحطه قدامي؟ مو طبيعي شو عملت فيني. ما رح يصير شي إذا أنا أكلت كسرة خبز بلاشا. قاومي رغبتك، شو بدي ساوي؟ طيب بلكي حدا سأل عن الأكل، وإذا حدا سأل رح قلن كبيت الصحن. بلاشا؟ بلاشا؟ انت رجعت؟ هلأ الحكي اللي أنا سمعته صحيح؟ ايه شو هجنان هاد؟ بهيج حتى لو انت شايف وجنان، انا شايفة انه هذا الشيء هو الصح. انا حاسة انه اللي عملته هو الصح. ليكي بلاشا، كل يلي صار وقت ما كنت انا هون ما بدي اسمعه مرة تانية، ماشي؟ اتفقنا؟ وهلأ بعد ما انا رجعت ما رح اتحمل انك تضلي جوعاني لهالدرجة نهائيا. يلا كلي شوي، يلا. انا انزليت قدام الكل وانت مبسوط بهالشي مو هيك؟ لكن اتحمل هذا الشيء كمان. لا تعملي هيك، وكلي بس شوي لو سمحتي. انا قلت لك هلا انه ما بدي اكل، لا تضل تعيد نفس الحكي كمان. حبيبتي اسمعيني بس شوي. هلا خلصت حكي؟ روح من هون. ليكي اذا انت بتاكلي بس شوي صغيره انا عن جد برتاح. قلت لك روح من هون بقى، انا ما بدي اسمع هذا الحكي بالمره لان صرت سمعانته كثير. بس انتي ما اكلتي شي؟ ماشي على راحتك. رح تركا لازم خلص هالصحن بسرعة كبيرة. طيب إذا إجا حدا أنا لازم سكر الباب، ما لازم حدا يقاطعني بنوم. بلاشا بدي أحكي معك بشغلة مهمة، مشان هيك أجيت لعندك بسرعة. تعي. أنا ما بعرف قديش باقي العيلة أكلي همك وزعلاني عليك كتير، بس أنا عم فكر فيكي طول الوقت بعد كل شي صار معك. يعني شو ما كان صاير بتضل سلفتي الكبيرة، أنا هذا يلي بعرفه. تعرفي يا بلاشا، اليوم وقت اللي شفتك قاعدة هون وكنتي عم تدعي، أنا فجأة خطر ببالي شوي اللي لازم نعمله نحن هلأ. لازم نركز منيح ونفكر. سلفتي اسمعيني كتير منيح وركزي معي على شو بدي قلك. من زمان نحن حاولنا كتير نلعب لعبة لنجيب حماية من طرفنا لهذا البيت، مو هيك؟ وميرا لعبت نفس اللعبة كمان وهي اللي نجحت بالأخير. والحماية اللي جابتها ميرا هي غالية ديشمانية اللي بتكون حماتنا بالوقت الحالي، وبالمقابل هي عطت كل حقوقك لسلفتك ميرا منشان تردلها الجميل اللي قدمت لها. ما رح أصر فيها لهي الحماية بنوم، رح أعلمها درس ما تنساه بالمرة. هذا بالضبط اللي بدي أقوله، وأنا ما رح أقصر بالست غالية ورح أعلمها درس ما تنسى، ورح حارب حتى رجع لك حقوقك كلياتها. لهيك لازم تعملي كل شي بالضبط مثل ما أنا رح أقلك يا هلأ. سلفتي
إذا بدك حقوقك ترجع لك بالكامل لازم تكملي هالإضراب اللي بلشتي فيه. هذا الإضراب كتير مهم بالنسبة إلنا اتنيناتنا. هلأ ليش هيك عم تطلعي؟ إضرابك عن الأكل كتير مهم عن جد؟ شبكي أنا عم بحكي معك وإنتي مين اللي حطت هذا الصحن هون؟ هي ميرا أكيد زودتها كتير. عن جد ميرا ما بتفهم أبداً. أي شو كنت عم بقول أنا؟ سلفتي أنتي خليكي بغرفتك وكمليلي هالحرب تبعك وأنا رح أشوف كيف بدي أدبرها لميرا وبطريقتي كمان. بعدين كلن الكل رح يعرف قديش هي مهملة بشغلة. ساعتها حماتي بنفسها هي رح تسلمك مفاتيح البيت إلك صدقيني. وساعتها نحنا بلاشا هي ميرا بكرة رح تبقى لحالها. من بكرة نحنا تنتين رح نبلش نزعجها كتير. لازم نعمل أي شي مهم يخلي كل البيت هون ينزعجوا منا. بلاشا رح تدعميني صح؟ وعديني مو هيك؟ يلا وعديني يلا بسرعة يلا يلا. هذا وعد؟ دقيقة رح أشرب مي وجاي. اتصلي فيني أول ما توصلي على البيت وإذا بدك مني شي بروح فورا لهنيك ماشي؟ ما بتصور في داعي تروح لهنيك بس ستي محتاجة شوية دعم معنوي بمرضها مشان هيك أنا رايحة لعندها بشوفها وبرجع. ماشي يلا يلا. أمي أمي أنت رايحة بس قلي لي شو لازم أعمل مشان بلاشا؟ هي لهلأ ما أكلت شي أبدا. أنا طلعت لها صحن أكل مبارح بس طلبت من سلفتي كاش تاكله. شو بدي أعمل مشانها؟ أنا كتير قلقانة عليها. إذا بلاشا بتظلم عندي لهالدرجة رح تمرض وهذا أكيد. هلأ بهيج رجع وحاول إنه يفهمها بس هي مو رضيانة تسمع. ما لازم الواحد يكون عنيد لهالدرجة هي. كلامك مزبوط فياض معك حق. بقلك شغلة مثل الموسيان بينظف الجسم كمان هو بينظف القلب وأنا بتصور إنه بلاشا بحاجة ماسة لهالصيام لحتى تنظف قلبها. أمي بس يا غالية هالشي لازم يوقف عند حده. هو هيك هذا اللي رح يصير. أنا متأكدة إنه صيامها ما رح يطول أكتر من هيك. لا تقلق وتخاف عليها أبدا. وإنتي إذا بدك هالشي يخلص بسرعة ويرجع مثل ما كان اتصرفي مثل ما قلت لك وكل شي رح يكون منيح. أمي وقت ما بتكوني أنا أنتي أصغر وحدة بهالبيت مشان هيك خايفة مو؟ اسمعيني ميرا الشخص اللي بإيده كل الحقوق ويلي مهتم بالمسؤوليات بشكل كامل هذا الشخص لازم يتصرف مثل الكبير. وهلأ بغيابي لازم تتصرفي على أنك كبيرة. أنتي ما تاكلي هم أنا موجود هون. أمي خليني ودعك. يلا نمشي. ديري بالك. ماشي. يا ربي سلفتي انتي ليش نايمة لهالوقت؟ قومي لأنه حماتنا العزيزة راحت. شبك راحت مدة يومين ثلاثة مو أكتر. هذا أنسب وقت لحتى نعلمها لميرا درس. نحنا لازم نعلمها درس كبير لحتى نخلي حالتها بالويل. نحنا لازم نخليها تبكي قدامنا. لازم تضل طول الوقت عم تستفقد لحماتها. رح نتسلى كتير بالفرجة على ميرا وقت رح تبكي بمرارة قدام عيوننا. بالأول قليلي أنتي شو مصلحتك من هذا الشي؟ أخ يا ربي أخ
أنا ختيرت كأني. وهلأ بلاشة؟ إيه مصلحة؟ أي مصلحة بقى؟ أنتي ما بتعملي شيء أبداً. إذا ما إلك مصلحة فيه أنا بعرف هذا الشيء منيح. لهيك أنا عم أسألك هالسؤال، بدي أعرف شو مصلحتك كاش. بلاشة؟ أنا عن جد ما بعرف أنتي ليش عم تحكي عني هذا الحكي. أنا بعرف، بعرف منيح إنه نحن تخانقنا كتير مع بعض، بس مع كل هاد أنا بحترمك كتير وبحبك لأنك بتضلي سلفتي الكبيرة وإلك مكانة بقلبي، وأنا ما فيني أعطي هالمكانة لميرا. سلفتي وصلتي لهالحالة لأنه حقوقك انسرقت منك وما بتعرفي شو بدك تعملي، وإنتي وبهالحالة عم بتحاربي كل الظروف وبمعدة فاضية. ليش ما عم تفهمي علي؟ لك وبهيك حالة إذا أنا ما وقفت جنبك مين بده يوقف جنبك؟ لهيك أنا عم بعمل كل هاد. كاش بدل ما تعدي تمدحي إضرابي عن الأكل كنتي جيبيلي شي شغلة أكلها كان أحسن من هالحكي تبعك وكان بفيدني أكتر. بس حضرتك عم تاكلي وإنتي مبسوطة من الصحن يلي كان قدامي. بلاشة شو عم تحكي إنتي؟ ليكي أنا مو قدرانة حتى أحكي بالمرة، ماشي؟ ما تعدي كل الوقت تمثلي وتفتحي هالسيرة. إذا خلصتي روحي لو سمحتي، بدي أتسطح شوي بلكي على الأقل بنسى جوعي. بلاشة إنتي ما فيكي تتراجعي بهالبساطة. لسا مبارح حطيتي إيدك بإيدي وعدتيني إنه نحنا رح ننتقم، نسيتي بسرعة يعني؟ عن جد؟ سلفتي شو فيني اعتبر هالشي؟ الايد اللي حطيتها بايدك انت مبارح شلتها اليوم من ايدك، هذا قراري. طيب شو مشان حقوقك؟ ليكي انا وحده قد حالي ماشي، وكل شي راح من حقوقي بقدر انا رجعه لحالي، بس لحد اليوم كل ما بسمع كلامك بقع بمشكله وما بعرف اطلع منها بالمره. لهيك انت بتروحي من طريق وانا بروح من طريق بقى. اوكي منيح ولا يهمك. تعرفي شغله؟ وقت الواحد بيمرق باوقات صعبه بيصير بيحكي بشكل كتير سلبي وبتصير كل افكاره سلبيه كمان. عن جد؟ خلصتي حكي؟ يلا روحي يلا. يا ربي بلاشة التكبر مو منيح ابدا، كمان إذا أنت مالك بحاجتي أنا ما رح أكون بحاجتك أبداً. انتهى. أنا رح موت من الجوع. ولك بلاشة ما في أكل هلا، أنا ما رح شوف الأكل بعيوني لحتى تصير مفاتيح هالبيت بإيدي وقدامي. ميرا؟ بدك مني شي؟ لا أنا ما بدي شي، خلص روحي وكملي شغلك. كنت عم أقول حكيتي اليوم مع بلاشة وهي بغرفتها؟ قليلي حكيت معها اليوم بس بدون فايدة. شو العمل؟ أخي ممكن أنت تروح وترجع تحكي معها مرة تانية بالقصة؟ رايح بس صرت رايح لعندها 3 مرات ما عم تسمع مني، وكل ما بروح لعندها بتضل هي بتعيط علي. عن جد؟ شو العمل؟ ولا يهمك ميرا كملي شغلك يلا. الحقيقة أنا ماني نايم من امبارح أبدا، قصدي أقول يعني لو إنها ترضى إنه تاكل شي شغلة صغيرة وبعدين مندبر القصة، قصدي بعد ما تاكل منقدر نحل كل شي. يعني هلأ المهم هي تاكل لأنها ما بتتحمل،
ايه أنا صار لي معها سنين وبعرفها كتير منيح. هي ما بتقدر تتحمل الجوع أبداً. يا ربي أنا عن جد مو قدران فكر بالحل نهائياً. على مهزون على مهزون هلأ بتوقع هلأ بتوقع. خلص اهدوا شوي. أنتوا مو جوعانين؟ ايه والله مرت عمي أنا جوعانة كتير. عن جد؟ روحوا غسلوا إيديكم ووشكم وأنا رح حطلكم الأكل. يلا دقيقة بس تعوا لهون. شو؟ شو عم تعملوا؟ بصراحة أمكن ما عم تاكل. إيه؟ أهلين بالولاد الحلوين حبيباتي. أمي ليش أنت قاعدة هون؟ وليش هيك مبين عليكي كأنك كتير تعبانة؟ لأنه أنا. أمي ليش ما عم بتقولي أي شي؟ فهمينا شو صاير؟ أمي نحن عم نحكي معك شبك؟ أنا بس إيتي؟ والله شو عم تعملوا هون كلياتكم؟ دورت عليكم بكل البيت. مرت عمي اليوم ما لازم تطعمينا ابدا. ليش؟ انا مو كل يوم بطعميكم. لانه اليوم مرت عمي اللي رح تطعمينا. عن جد عظيم عظيم. اوكي سلفتي طعميه. ماشي يلا عن اذنكم. أنا لازم طعميكم اليوم؟ إيه. طيب هاي لقمة للعصفورة ولقمة كمان للحمامة ولقمة كبيرة لحبيبي الشطور معروف وهي اللقمة الأخيرة لأمورتي الصغيرة وهي اللقمة الطيبة لأمي الحلوة. بس أنا مو جوعانة أبدا. أمي أنت هلأ لازم تاكلي معنا ماشي؟ أنا عن جد عن جد مو جوعانة هلأ. ليك اسمعيني ما عندك خيار أنت لازم تاكلي معنا. إيه يلا لا. يلا 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 قولي امي انت وينك هلا قليلي صار لي فتره عم حاول اتصل فيكي. ايه انا قليلي انت منيحه بالاول امي. ايه انا منيحه كتير. طيب وامتى وصلتي؟ دقيقه بس روقي لحتى انا احكي. وصلت لهون بعد الظهر بس ما قدرت اتصل فيكي لانه في مشكله بالشبكه. طيب وتيتي كيف صارت؟ هي منيحه. قوليلي بلاشا كسرت اضرابها اكيد اكلت شي ما. وانت كيف عرفتي؟ عم يتصل فيكي ماهي؟ لا عمك ما اتصل فيني. من الفرحة والحماس اللي بصوتك أنا عرفت. حكي كله صح. هي أكلت شي أخيراً. كنت متوترة كتير مشان سلفتي بلاشا وكنت خايفة من يلي ممكن يصير بكرة معها. بس هلأ الوضع عم يصير أحسن وكل شي رح يصير منيح. لا تشغلي بالك. كيف الأوضاع عندك؟ وقلي لي ستي شو صاير معها؟ تتذكري لما طلعت من البيت قلتلك إنه ستي مرضى نفسي وبتضل نايمة كل الوقت. بس يمكن في حدا ورجاها صورة لقلي لما كنت أنا عايشة عندها. لهيك حست أنه أنا مثل بنتها وأصرت أنه أنا أجي لعندها. وهلأ صارت منيحة كتير منيح. أمي إذا ممكن ديري بالك على حالك. وأنت كمان. إيه بس لحظة ميرا إجاني هلأ اتصال من الدكتور بحكي معك بعدين. إيه ماشي ماشي أنا رح سكر هلأ. ماشي باي. صباح الخير ميرا. صباح النور حبيبتي. حطي لي فطور أنا جوعان كتير. ايه بس بدك تستنى شوي كمان. ليش؟ لأنه الفطور لسه ما جهز. صباح الخير. ممكن تعطيني أي شيء أفطره بسرعة لأنه ميت من الجوع؟
انت كمان بدك تستنى شوي يا سيلفي. ليش؟ لانه الخدمة ما اجت والصحون كلها بالجلي، حتى انا ما اتصلت ولا حكيت شي. هي ما بتتأخر بالعادة. طيب على القليل اعملي لنا كاسة شاي مرت اخي. يعني اذا الخدامة ما اجت نحن ما رح نفطر؟ ايه؟ مين اللي قال هيك؟ هي انا عم بعمل فطور. اعطيني شوي. دقيقتين والفطور بيكون جاهز. ميرا؟ ايه خدي. شو هدول؟ هدول المصروف تبع البيت لهالشهر. اها مبروك ست البيت ميرا. ليكي اذا بدك اي مساعدة مشان الحسابات ومصروف البيت انا جاهز. شو قلتي؟ منيح؟ اي ماشي. بدك هلا مساعدة بشي؟ لا لا شكرا انا تقريبا خلصت. اذا بدك بساعدك بال سلفتي؟ بلاشا؟ سلفتي؟ شو القصة؟ بلاشا؟ مرت أخي؟ استنوا. بلاشا لحظة. سلفتي استني شوي، قليلي ليش أخدي هدول لبرا؟ هدول تقار عليكي لوين أخدي؟ أنت مو معقولة. لك سلفتي قليلي شو اللي صاير؟ ليش عملت هيك؟ شو هذا اللي صار أخي؟ والله ما بعرف أبداً. خنقتوا شي اليوم؟ أنا اليوم ما حكيت معها أي شي. هلأ خلونا نفوتن لجوا. يلا يلا استنوا شوي. هي ليش عملت هيك؟ اجت كده. لحظة 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 استني شبك سلفتي. لحظة استني سلفتي. سلفتي شو عم تعملي؟ استني لحظة ليش عم تجلي الجليات انتي؟ استني شوي الخدامة رح تجي هلا. لا الخدامة خلص ما رح تجي. بس ليش؟ لأنه أنا اتصلت فيها اليوم وقلت لها ما عاد تجي على الشغل بالمرة. اه؟ شو؟ استني بس فهميني شو اللي عم يصير؟ ليش هيك عم تعملي؟ هذا يلي لازم يصير. أنا عم آكل بهالبيت لحد هلأ ومن اليوم رح آكل الأكل البقيان. لازم رد المعروف مو هيك؟ بس شو هذا اللي عم تحكي هلأ؟ من اليوم ورايح رح يكون واجبي إنه أخدم الكل بهالبيت وأنا ما رح أقصر بهالواجب. مرت أخي شو هذا اللي عم تعملي؟ خلينا ناخد الغراض لجوا. شو هاد؟ بلاشا شو هالمسرحية اللي عم تعمليها هلأ؟ لا حبيبي هي مانا مسرحية، بس الواحد لازم يتصرف بقيمته وأنا عم أتصرف على هذا الأساس. بلاشا أنت عم تعملي كل هالقصص لحتى ننزعج مو صح؟ لا أنت غلطان، أنا عم أعمل هالشي مشان ما تكونوا مزعوجين مني مو أكتر. وبعدين ما في داعي أبداً أنكم تشغلوا بالكم علي، أصلاً ما في داعي لكل هالشي لأنه هذا الشيء مقدر علي وأنا لازم ساويه. ما هيك؟ ليكي بلاشا أنا بعرف إنك متضايقة وزعلانة كتير، بس بوعدك إنه رح نحكي بالقصص، المهم اتركي اللي بإيدك. يا الله بلاشا شو أنتي ما عم تفهمي اللي عم بحكي أنا؟ اهدى. وانت ما عم تفهم اللي صار لسنين طويلة عم حاول إلك يا ليك. وقت كان لازم تحكي كزوج انت ضليت ساكت، فشو رح تحكي هلا؟ قل لي يا بهيج انت شو بدك مني؟ الظروف اللي عم مر فيها وهالحالة اللي انا وصلت لها كله بسببك انت. بلاشا انا فتت على هذا البيت ككنة كبيرة وضليت هون ككنة كبيرة، وبحياتي ما تخيلت إنه يجي وقت مثل هاد وانزل هيك. مو مشكلة، هذا نصيبي من هالحياة هي ولازم اتحمل هالشي. مرت أخي خلص بقى الله يخليكي. بلاشا ممكن ما تفهمي الأمور بهالأسلوب؟ انتي بتعرفي بلاشا انه بهالبيت ما في فرق بين واحد والتاني ابدا مو هيك؟ واذا انتي كنتي حاسي حالك بانك انظلمتي كتير فانا بظن انه جلي الجليات مو هو الحل لهالشي صح؟ ها؟ بالاخير المسألة مسألة مبدأ ونحنا ممكن نقعد ونحل الموضوع برواء. اسمعني انت خلصت الحكي اللي عندك خلص روح من وشي.
بلاش اسمعينا لو سمحتي. ماني حابة اسمع منكن ولا حتى كلمة واحدة. اتركوني لحالي. ايه بس طيب بس اسمعي اخي شو بدي احكي. سلفتي بكفي هيك. ميرا اسمعيني. اتركي ايدي. اتركي ايدي بقى. استني. ميرا. ميرا. روح اخي. ميرا. ميرا استني. كاش حاولي كاش. كاش. ألو؟ إيه من قبل ماي عم حكيك. إيه أنا بدي نقلك شو بدي غراض. ممكن تسجلهم؟ قديش بدهم وقت؟ طيب لا تنسى الفاتورة معهم. شكرا. ميرا جاي. ما بعرف لسه شو في شغلات بدي شوفها بهذا البيت عم تصير. كانت بيلاشا هي العائلة وكاشميرا هي اللي بتعمل مشاكل. هلأ كاشمير عائلة وبيلاشا هي اللي بتعمل مشاكل. بس في حدود لكل شيء. وبيلاشا يمكن نسيت هالشي. وغالية مو موجودة. يمكن لو كانت موجودة ما كان صار كل اللي صار. أنا لازم أتصل فيها. قلي كيف الوضع عندك؟ قصدي ميرا منيحة صح؟ وبلاشا كيف صارت هلأ؟ كل الأمور تمام. قصدي ميرا منيحة وبلاشا وبلاشا كمان منيحة. يعني أحسن أكلت وهلأ كل شي منيح. غالي أنا بدي أسألك شو أخبار ستك؟ كيف صارت؟ طمنيني عنها. هي منيحة؟ فيات شو صاير؟ أكيد أنت عم تخبي عني شي. لو سمحت قلي شو صاير. شو؟ ولا شي. مو صاير شي. غالية كل شي منيح هون بالبيت وما في مشاكل أبدا. عمو الحقيقة لا تشغلي بالك. بس لأنه أنت بالضيعة هلأ اتصلت لأطمن على ستك بس هيك مو أكتر. فياد الله يخليك قلي شو صاير مشان ما يضل بالي مشغول على طول. قلي شو في. شو في عندكم؟ غالية لا تشغلي بالك الوضع هون كله تمام. حتى بيلاشا هلأ صارت أحسن بكثير وأنا بس لحظة غالية جاني اتصال مهم على التليفون الثاني هلأ بس خلص بحكي معك. لا تشغلي بالك بنوب. شو عم تعملي انتي؟ شو لوين أخذ الشرشف؟ شوفي يا عمي أنا أخذ الشرشف على الغسيل. وكمان لا تركي من ايدك لو سمحتي وخصوصي هاد مانن وسخين. لا تغسلي اي شيء. بلاشا انت زودتيها. حاش تتصرفي بهي الطريقه عمي.
يعني حسب ما أنا بعرف ما تجاوزت الحد ولا حتى غلطت بشي. عم حاول إني أعيش بهذا البيت على قد قيمتي ومكانتي المعروفة فيه. بس عمي أنا عندي 3 بنات وهن عم يكبروا ولازم فكر فيهم بمستقبلهم كمان. خلص بكفي حكي فاضي ها؟ لأنه هذا الحكي مو صح أبدا. إذا بدك تضلي تتصرفي هيك فأنا ما عاد أحكي معك أبدا. فهمتي؟ بلاشا ليش عم تبكي؟ شو اللي صار؟ بنتي اسمعيني. أنت اسمعني يا عمي. اللي مزعلني إنه كان شو ما بدك تجي لعندي أنا فورا، وأنا تعودت أحكي لك كل شي. كنا نقعد ونحكي ونتناقش بكل أمور البيت، كنا نتخانق وبعدين نصير نضحك من قلبنا، كنا عطول مبسوطين وعم نضحك لو شو ما صار. بس هلأ هاي النقاشات ما أنا موجودة ولا حتى في حكي بين بعضنا، حتى خناق ما في وحتى مشاكل ما في، حتى ضحكتنا اللي كانت طالعة من القلب ما عادت موجودة. عمي انت بتتذكر كان في شغلات صغيرة تخليني أكون مبسوطة، هلأ هاي الشغلات كلها والبسط صاروا من نصيب سلفتي ميرا. عادي ما عاد تفرق إذا حدا بهالبيت حكى معي ولا ما حكى بالمرة، يعني شو لح تفرق مع هالخدامة اللي بلاشا. شو عم تعملي بلاشا؟ بلاشا استني شوي لشوف. بلاشا بلاشا عامل البقالية ما وصل لهلا. عليك وصل، تعال لهون، تعال 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 حطهم هون. ليش تأخرت؟ شكرا. هدول كل الأغراض؟ ايه كل الأغراض. طيب قديش حقهم؟ مدام بالأول شوفي الأغراض. طيب لحظة بس ميرا، يا ميرا أغراض البقالية وصلوا. منيح ما تأخرت. سلفتي ممكن تشوفي الاغراض وانا بشوف الفاتوره؟ ماشي هاتا. ايه هدول هن كل الاغراض وهي هي الفاتوره طبعا مدام. قديش طلعت؟ 9227. ماشي لكن انتي روحي جيبي المصاري لبين انا ما اتاكد من الاغراض. ايه شوفي اذا بدك هاي الفاتوره. جاي مدام بدك تشوفي الاغراض؟ ايه يلا. هذا عدس. ايه